أهلاً بضيفنا الكبير في شريط الذكريات. أهلاً بيك. أعتقد لو أردت لي أن المفتاح في الدخول إلى العالم الرحب الذي تمثله ككاتب كبير وأديب متميز اسم لقرية هي الدلتون، مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية. هذه القرية يبدو من كتاباتك المستمرة أنك مدين لها بالكثير. طبعا هذه القرية هي موطني، يعني فيها ولدت ونشأت وارتبطت بها، بأهلها، بأرضها، بجمال الطبيعة فيها. ولا أبالغ إذا قلت إن هذه القرية هي أجمل بلاد الأرض حقيقة. يعني هي تقع على بحر شبين، منعطف النهر. بحر شبين ده ليس بحرا وإنما هو فرع من نهر النيل. على منعطف من النهر ما من أحد زار هذه القرية إلا قال إنها أجمل من سويسرا، وكان هذا إحساسنا بها يعني منذ نشأنا على مراتع هذا الجمال. وأهل هذه القرية أطيب الناس أيضا، وحتى عندما ظلموا في عصور سابقة، في عصور الاضطهاد، كنت دائما تلمح فيهم الطيبة. كانوا يقاومون برجولة وبسالة وإصرار وحب متبادل لقيم يحلمون بها، وحب كل واحد لأخيه، ونوع من التعاون والتضافر غرس في نفوسنا نحن أبناء هذه القرية حب الآخرين حقيقة. يعني القارئ لروايتيك الأرض والفلاح من اليسير أن نجد نماذج روائية تشكلت من خلال أشخاص حقيقيين عاشوا في هذه القرية وعرفتهم. نعم، أنا أعتقد أن كل ما كتبته، أن جميع ما كتبته من أدب متأثر بشكل ما بهذه القرية، سواء قصص قصيرة أو حتى مسرحيات تاريخية. ممكن تجد في بعض شخصيات أو شخوص هذه المسرحيات ما هو مستوحى من القرية، من شخصيات القرية. وفي كل الروايات، حتى الرواية التي كتبتها عن المدينة وهي الشوارع الخلفية، أيضا فيها ناس من هذه القرية. يعني شخصية عبد الهادي مثلا في رواية الأرض لها علاقة بقرية الدلتون؟ لا علاقة بقرية الدلتون، ولا علاقة بقرى أخرى محيطة بقرية الدلتون. لأنه قرية الدلتون تتوسط عدد من القرى الصغيرة، بين كل قرية والأخرى كيلو أو 2 كيلو، والعائلات بينها وبين بعض علاقات نسب وقرابة وتزاور دائم. وإحنا نشأنا على أن الآباء، جيل الآباء، يتزاور من هذه القرية إلى تلك القرية. وكان يعني في أيام معينة، أيام الأعياد والمواسم والمناسبات عموما، كانت تشد الرحال. يعني لا يذهب واحد من القرية فقط، وإنما وفد من القرية، عدد 4، 5، 10، أحيانا 15، ويتبادلون الزيارات. هذا التقليد مع الأسف انتهى. يعني القرية تغيرت شكلها الاجتماعي وعادتها، تغيرت نحو الأسوأ، وهذه محنة يعني. وبعدين طبعا جزء من تغير عادات أهل القرية إن أهلها هجروها. يعني قلما تجد من يحرص على البقاء في القرية. كان الموظف في القرية زمان، الموظفون الذين أصلهم من القرية، كانوا يتحينون أجازات الصيف ليلتقوا، وكانوا يتفقون معا على إن الأجازة ستكون في شهر كذا وكذا أو كذا، بحيث أنهم يستطيعوا أن يلتقوا. يعني لا أريد أن أستطرد، لأنه يعني الآن مع الأسف يعني من ضمن التغيرات التي حصلت في القرية، نحن كنا زي يعني مشهور عندنا أن القرية مصدر الخير وهي تبعث الخيرات إلى المدينة. الآن من يريد أن يذهب إلى القرية يجب أن يحمل معه أكله، طعام. ده شيء غريب جدا يعني. تمام. القرية أيضا في فكر ووجدان ضيفنا الكبير الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي فيها صورة الأب، التي هي صورة مؤثرة وبارزة في كتاباتك وفي حنينك المستمر إلى تلك الشخصية التي لها بعد تاريخي وأثر عاطفي وإنساني وتوجيهي في خلق
صورة العقل والوجدان. أيضا القرية مرتبطة بأول تعامل مع القرآن والكلمة القرآنية، وتأثير الأب والقرآن لعب دورا كبيرا في شخصية عبد الرحمن الشرقاوي الأدبية فيما بعد ذلك. هذا صحيح 100%. شخصية الأب بالنسبة لي اختلطت إلى حد كبير بشخصيات السلف العظام الذين كتبت عنه، شخصية المعلم، لأنه هو والدي في طفولتي وحتى نهاية أيامه كان بالنسبة لي كمعلم، يعني حتى بعد أن تخرجت وعملت وهو مات وأنا في سن نحو كنت كوسر 50، لكن أيضا يعني لم أتوقف عن طلب العلم عنده. وهو أستطيع أن أقول أنه آباء هذا الزمان كانوا سابقين لعصرهم، هم تمسكوا بالتعليم الإسلامي، سابقين لعصرهم. لماذا؟ يعني هم لم يعرفوا نظريات التربية الحديثة ولكنهم تمسكوا بالتعليم الإسلامي ونشأوا أولادهم على تقاليد الإسلام وقيم الإسلام، منها الحديث الذي أنا لا أذكر نص الحديث لكن معناه أدب ابنك سبعا أو لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا واتركه بعد ذلك لحياته يخوضه التجربة. أبي أخذ بهذا الحديث وفعلا طبقه تطبيقا شديدا. يعني من تعاليم الإسلام التربية على حرية إبداء الرأي الحر وحرية الخلاف والقدرة على العطاء، وإن الإنسان إذا لم يعطي فلا فائدة منه، لا قيمة لحياته. فكان في مراحل معينة من مراحل العمر كل إنسان يستطيع أن يعطي شيئا، يعني وهو طالب عطاؤه أن يتقن التعلم، يعرف كيف يتعلم ويكون تلميذ نجيب بمعنى الكلمة. إذا تخرج المهنة التي يعمل فيها لابد أن يعطي فيها. من مجموع هذا العطاء أو العطاءات إن صح التعبير تتكون الثروة الفكرية للوطن مما لا شك فيها. فيعني أنا عندي لا أستطيع أن أفصل بين أبي وأمي والقرية وبين ما تعلمت منهم منهما وبين أيضا ما تعلمت من السلف الصالح عندما أتيح لي أن أقرأ. وأبي عودني على القراءة وأنا صغير، كان يقرأ لي القرآن كثيرا ويمتحني فيه ويصحح لي طريقة القراءة والحديث والكتب التي نستطيع أن نسميها كتب التراث العربي سواء كانت دينية أو تاريخية أو أدبية، وكان يشجعني على قراءتها. وكان في بيتنا كل مساء نوع من الندوة الدينية أو الأدبية أو الثقافية، عدد من أصدقاء الوالد من أهل القرية أو من القرى المجاورة في زيارتهم يعني تدور مناقشات على مستوى رفيع، ووالدي كان يحرص على وجودنا كل أولاده في هذه الندوات وكان يشركنا، وكنا أحيانا نمتحن في اللغة العربية، يعني هم معظمهم كانوا أساتذة لغة عربية، بعضهم في مدارس الثانوية أو الابتدائية خريج دار العلوم أو أزهر أو أساتذة في دار العلوم. فيتقابلوا الشعر المحفوظ أو الحكايات من الأغاني مثلا أو من كتب التاريخ الكبيرة المعتمدة. وأحيانا نفاجأ بأحد أصدقاء الولد يسأل ما معنى هذا البيت، يعربه يعرب هذا البيت وما يسمى النكت اللغويه يعني والعقد الصعبه. هل فيما كتبه الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي من شخصيات وصور انسانيه ادبيه، هل هناك صوره مقاربه لشخصيه الوالد؟ لابد ان تكون، يعني انا لم اتعمد بالتحديد ان اكتب عن الوالد، ربما لست ادري لماذا، لكن يعني يجب أن يكون في الشخصيات التي كتبتها صور تقارب الوالد، يعني حتى يمكن من خلال الشخصيات التاريخية.